هو يونس، هو اللي أخذ الجزان اللي كان حاطت كاسك على رأسه. ليش ما حكيتي هذا الشيء للضابط؟ لأني خفت. خفتي من شو؟ لما قرب على سيارتي ما قرب كرمال يسرقني. قرب كرمال شو برأيك؟ قرب كرمال يوصل الرسالة. إنه؟ إنه الخطر بلش يقرب أكتر وأكتر. يعني إذا أول مرة كانوا عم بيحوموا حول البيت، المرة الجاية حيفوتوا على قلب البيت. إيه بس هذا شو له على قبل الحادثة؟ يعني لو خبرتي الضابط مجدولين، لو خبرتيه كان ممكن يزودوا عليك الحراسة أكثر من هيك. خفت من إنه الشر يلي عندهم يزيد ويتصرفوا بعنف أكبر ويأذوا أهلي، أمي وبي. ليش أبوكي شو له على؟ ما بعرف. أنا لهلأ ما بعرف مين هون وشو بدهم مني. ياريت فيي أعرف، على قليل بقدر ساعد الدرك تيتصرفوا. مجدولي نحكي مع أهلك طمنيهم عنك، بيكون انشغل بالهم عليكي أكيد. ما رح أحكيهم، هلأ بيحملوني مسؤولية. ليه ما عم خلي الحماية يرافقوني؟ ليه عم بضهر لحالي؟ ما ضروري تقولي لهم كل القصة، قولي لهم جزء منها. قولي لهم إنك كنت واقفة على الإشارة وفجأة إجا واحد حط جزدانك على الكرسي اللي جنبك، خطفه وضل طاير، ما لحقتي. بتصير. والسيارة؟ طلعتي من الشغل لقيتيها مضروبة ضربة خفيفة واخدتيها على التصليح. كيف يطلعوا معك هون؟ شغلتي.